ورجاء جديد، صفحة جديدة بتبتدي من عمرنا، فبقى فيها كده حالة من الرجاء، واللي فيكم عنده دراسات عليا. طبعا انتوا كلكم خريجين مخلصين من زمان، دراسات عليا كده، بيعمل ماجستير ولا دكتوراه كمان مع بدايتها، بداية السنة القبطية الجديدة، بتبقى كمان بداية السنة الدراسية الجديدة. مع بداية السنة القبطية الجديدة بتبقى السنة الدراسية الجديدة، وبرضه معاها أمل بنجاح وتفوق وتقدم دايما. طيب، مع بداية السنة الجديدة الواحد بيحب يراجع شوية مفاهيم عنده وشوية ثوابت احنا اتولدنا وكبرنا وهي في ذهننا وعارفينها وحافظينها، بس مفيش مانع ان احنا نفكر فيها. عايز اسألكم سؤال، نفسي بقى يعني كالعادة كل مرة بنيجي اخد بركتكم احب اقول لكم الكلمة دي، افكركم، احب ان يكون كلامنا حوار ما يبقاش كلامنا تلقين. عايز اسألكم سؤال، لو واحد قابلك وسألك مين هو إلهك، يا ترى هترد عليه تقول له ايه؟ بس بلاش الاجابات بتاعت سلاح التلميذ. عارفين اجابات سلاح التلميذ؟ عارفين اقصد بيها ايه كلمة اجابات سلاح التلميذ؟ اللي هي ايه؟ ها؟ ايوه، برافو كده، الاجابات النموذجية. الهي هو يسوع المسيح، يسوع المسيح له المجد، هو الهي. الهي هو الاب والابن والروح القدس. الهي هو الاجابات اللي هي ايه؟ كلنا حافظينها مستنباط دي، بلاش الاجابات دي. اتفضلي. هو بالنسبه لي صديق كويس. طبعا ده لو واحد غير مسيحي وسمع الجمله دي ممكن ينتحر. مش هيستوعبها ابدا يعني. في عند حد تاني عندي سؤال، قصدي اجابه؟ اتفضلي. إله المستحيلات وإله الإيه؟ الهزيع الرابع. حلو خالص، تفضل. كويس خالص، واضح ان يعني كل اجاباتكم اجابات جميلة وحلوة، مش الاجابات النموذجية بتاعت سلاح التلميذ، بس كلها متجهة في اتجاه معين اللي هو الاتجاه الروحي، كلمات الجميلة الروحية العميقة المنظمة المنمقة. بس انا عايز استأذنكم الفت يعني وجهة تفكيركم لاتجاه تاني، اتجاه عقائدي. يعني عايز اسألك مين هو الهك من ناحية العقيدة، انت بتؤمن بالهك ده هو مين؟ اسألك السؤال بطريقة تانية تحاول يعني تساعدك انك تتجه معايا نفس الاتجاه اللي انا عايزك تروح عنده. هل الهك هو يسوع المسيح اللي هو الله، ولا إلهك هو الله اللي هو يسوع المسيح؟ من الأول. هنبتديها كده لخبطة، هنبتديها كده تخبيط بالراحة كده. إلهك هو الله اللي هو يسوع المسيح، ولا إلهك هو يسوع المسيح اللي هو الله؟ طيب نسمع بعض، نسمع بعض، ادينا في حد رفع ايديه، اتفضل يا مينا. الله اللي هو يسوع المسيح. طيب حد عنده اجابه تانية؟ اتفضلي. كويس، الله، قوليها لي بجمله واحده تاني كده عشان الكل يسمع بقى. الله اللي هو يسوع المسيح، او لا ما فيش او، يا دي يا دي، يا ابيض يا، لا هما الاثنين مش واحد يعني، مبدئيا عشان نتفق الجملتين مش واحد.
ما اختلفناش دي متفقين عليه. الله اللي هو يسوع المسيح هو ده إله. ماشي اتفضل. يسوع المسيح الذي هو الله، يعني العكس. مين موافق على الإجابة واحد ومين موافق على الإجابة اثنين؟ ما هي ايه الإجابة واحد الأول عشان احنا اتلخبطنا، كان لازم نتفق الأول واحد هي ايه واثنين هي ايه عشان ما اتلخبطش. واحد يسوع المسيح اللي هو الله، اثنين الله الذي هو يسوع المسيح. مين اتفق على مين موافق على واحد ومين موافق على اثنين؟ طيب نتفق على واحد الاول، مين على واحد؟ ايوه يسوع المسيح هو الله. اثنين طيب الاجابة ثلاثة، اصل في ناس ما رفعتش ايديها لا في دي ولا في دي، فانا اعتبرهم ايه اختاروا اجابة ثلاثة. لا احنا اتفقنا الاجابتين مش واحد، هنشوف دلوقتي هنشوف دلوقتي هنفهم دلوقتي ليه الاجابتين مش واحد. تعال معايا نفكر كده بعقلية واحد ما يعرفش حاجة عن المسيحية ومش فاهم فلسفة المسيحية، مش فاهم ايه هي الديانة المسيحية، واحد ما يعرفش حاجة وانت عايز تعرفه القصة من الاول ماشية ازاي. احنا متفقين من الاول كده في 3-4 نقط متفقين عليها مأمنين عليها، وبعدين نبقى نناقش اللي انا قلته تاني بعد ما نتفق على الحاجة الكام حاجة اللي احنا متفقين عليها. اول حاجة متفقين ان الله موجود منذ البدء، الله ده مثلث الاقانيم اللي هو الاب والابن والروح القدس. لكن الله في الاول ما كانش حد شايفه، محدش شايف الاب والابن والروح القدس، هو شايفين او عارفين او سامعين الله. الكتاب المقدس نفسه بيقول لنا الله لم يره احد قط. لكن امتى قدرنا نشوف الله؟ لما تجسد الله ولا لما تجسد الاقنوم الثاني من الثالوث القدوس؟ لما تجسد الاقنوم الثاني من الثالوث القدوس. الله ككل ما تجسدش، يعني الاب تجسد، الروح القدس تجسد، لكن مين اللي تجسد؟ الابن، الاقنوم الثاني بس. فنتفق كده نأمن 3-4 حاجات كلنا عارفينها ومتفقين عليها. الله موجود منذ البدء، الثلاث اقانيم موجودة منذ البدء، بس محدش كان شايف هذه الاقانيم زي ما قال لنا الكتاب. بفكركم تاني، الله لم يره احد قط. لكن بيكمل الآية يوحنا 1:17 يقول الابن الوحيد الذي في حضن ابيه هو ايه؟ خبر. لما جه الابن وتجسد بقينا نشوف الله، بقينا نشوف يسوع المسيح الابن المتجسد. طيب وبالتالي لما انا بتكلم على الهي، احنا متفقين لغايه دلوقتي على كده، في حد مختلف في اي حاجه لغايه دلوقتي؟ حد مستعصي عليه حاجه في كله قلنا ده؟ ده كلام كله سهل بتاع اولى ابتدائي بتاع مدارس الاحد كله، خلاص؟ تعال نخش بقى العمق في حته تاني شويه. لما اقول يسوع المسيح هو الله ولا لما اقول الله هو يسوع المسيح؟ يسوع المسيح هو الله. الله المثلث الاقانيم مش هو يسوع المسيح، والا كده انا قلت الثلاث اقانيم ايه؟ اتجسدوا. فاهمين الفرق ايه؟ زي الفل زي الفل زي الفل زي الفل. تعال نقول تاني جملتين دول اخرانيين دول. لما اقول يسوع المسيح هو الله ولا الله هو يسوع المسيح؟ لا، يسوع المسيح هو الله، لان يسوع المسيح هو الاقنوم التاني اللي من الثالوث القدوس اللي تجسد وهو الله. دي متفقين عليها خلاص، دي ما فيهاش مشكله. لكن ما اقدرش اقول ان الله المثلث الاقاليم هو يسوع المسيح. طب والاب فين والابن فين والروح القدس فين؟ فهماني؟ نص نص الحمد لله. احنا المرة اللي فاتت ما كانش فيه خالص،
المرة دي نص نص، نشكر الله نقولها للمرة الثالثة علشان تبقى المرة الثالثة ثابتة. خلينا نمشي خطوة خطوة عشان هقول لك برضو خطورة اللعب بالألفاظ في الحاجات دي، خلينا نمشيها خطوة خطوة. لا لا لا، احنا ما بنتكلمش في مين اكبر من مين دلوقتي، ده انت فاهم كده عشان انت مسيحي، لكن انا بشرح خليني اقولها لشخص وليكن غير مسيحي مش فاهم، لازم اشرح بتفاصيل اكتر عشان ما يختلطش عليه الامر. وهقول لك قدام شوية ايه خطورة ان الورق يختلط في بعضه والكلام يخش في بعضه. انت كانسان مسيحي بحسك المسيحي كل يوم في الكنيسة، كل يوم في صلوات الكنيسة وتسابيح وبتاع، انت فاهم حقائق قد تكون مش محتاج انك تراجعها مع نفسك حتى، خلاص دي كلها ثوابت عندك. لكن اللي جاي من برا الحظيرة الورق كله داخل في بعضه عنده، مش عارف مين بيعمل ايه، فلازم نفرق الورق من اول وجديد. اقول تاني، لما اقول يسوع المسيح هو الله ولا الله هو يسوع المسيح؟ اقول تاني، يسوع المسيح هو الله ولا الله هو يسوع المسيح؟ يسوع المسيح هو الله، لان يسوع المسيح ده هو الاقنوم الثاني من الثالوث القدوس، واللي لولاه ما كناش شفنا الله متجسد، فهو الله. وما اقدرش اقول ان الله هو يسوع المسيح، لان بالمفهوم زي ما بقول لك غير الانسان غير المسيحي هيوقعني في 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 مطب. الله لما الله اتجسد، لما يسوع المسيح ده بقى الله، يسوع المسيح ده هو المتجسد وهو كان في الجسد، اما مين اللي كان بيدير العالم؟ طريقة تفكير بقى، تفصيل الاقانيم من بعض. ما الله متجسد، الله ميت على الصليب، طب اللي مات على الصليب وفي لحظة موته مين كان بيدير العالم؟ النوعية دي من الاسئلة هتخليه يدخلني في في يعني في مزنق تاني وطريقة تاني للتفكير تاني مش مستحبة ابدا. لكن خليني دايما بوضح الامور وبفرق، يسوع المسيح هو الله، اللي اتجسد ده هو الله. كده متفقين؟ طيب اقول تاني بطريقة تاني اسهل واسهل وابسط وابسط. الله لما حب يورينا نفسه، يوحنا الانجيلي ابدع في ان هو يشرح لي المسألة دي في 16 آية الاولى من انجيله، 16 آية الاولى من انجيل معلمنا يوحنا كلنا حافظينها عارفينها طبعا، اللي هي انجيل باكر اللي احنا بنصلي بيها في الاجبية كل يوم الصبح، اللي هي في البدء كان الكلمة. باختصار شديد يوحنا الانجيلي بيقول لي ايه؟ انا دلوقتي يعني انسوا كلام يوحنا، انا بتكلم عن نفسي دلوقتي، انا دلوقتي داخل قبل ما ادخل لكم هنا محضر الكلمتين اللي هقولهم لكم، كويس؟ الكلمتين دول فين؟ انا معيش ورقه والحمد لله. الكلمتين دول فين؟ هنا في دماغي. وانا داخل ولغايه ما وصلت هنا ومسكت الميكروفون وابتديت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين والنوروز وبتاع، انتوا عارفين انا هقول لكم ايه؟ ما كانش حد عارف. طيب امتى عرفتوا اللي جوه دماغي؟ لما ابتديت اتكلم، لما تجسدت الافكار اللي جوه دماغي في صورة كلمات، بقت كلمات مسموعة وصلت لودانكم وصلت لاذهانكم، انتوا عرفتوا اللي انا محضره في دماغي قلته لكم. لكن طول ما كان الموضوع في دماغي بس وانا واقف هنا ساكت وما بتكلمش، انتوا عارفين انا عايز اقول ايه؟ طيب تشبيه مع الفارق، المثل اللي بقول لكم ده هو اللي قاله لنا يوحنا الانجيلي في يوحنا واحد لما دخل قال ايه؟ قال في البدء كان الكلمة
والكلمة كان عند الله، الفكرة اللي موجودة في ذهني. الآب والابن والروح القدس الثالوث موجود منذ البدء، بس محدش كان شايفه. امتى شفنا الواحد من الثالوث او الاقنوم الثاني من الثالوث اللي تجسد وبقى المسيح؟ امتى شفناه؟ لما تجسدت الكلمة وخرجت في صوت، في صورة صوت مسموع ومعروف بالنسبة لكم، مفهوم بالنسبة لكم عفوا. لما تجسد الكلمة زي ما قال يوحنا وصار انسان، شفنا الله. هو موجود منذ البدء، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. كان موجود من البدء بس ما كانش منظور، ما كانش محسوس. الفكرة موجودة، الكلمتين اللي قلتهم دلوقتي موجودين هنا، لكن ما كانوش معروفين بالنسبة لكم غير لما تجسدوا في صورة كلام وصارت كلمات مسموعة ومفهومة بالنسبة لكم. حد فهم حاجة؟ بجد اشكر الله، انا كده وصلت يعني لغاية امالي. كلام مفهوم لغاية دلوقتي؟ لا مش مفهوم. طيب هنقول اكتر وهنشرح اكتر. الباقي حد لسه مش واخد باله، مش مفهوم الكلام؟ دي فكرة التجسد ببساطة شديدة اللي شرحها لنا يوحنا الانجيلي. ده هو يسوع المسيح، الاقنوم الثاني من الثالوث، الله اللي خد صورة جسد وبقى ظاهر بالجسد قدامنا. عشان كده يوحنا قال الله لم يره احد قط. الله يقصد به هنا الثالوث، ما كانش حد بيشوفه في العهد القديم، ده كان ظهورات، كانت احداث كده كل فين وفين وحاجة نادرة جدا وحاجة يعني خطيرة جدا، ظهورات مش تجسد. لكن امتى بقينا نمسك الله وهذا ما رأيناه، هذا ما سمعناه، هذا ما لمسته ايدينا؟ امتى؟ لما الابن الوحيد خبر، الابن الوحيد تجسد وبقى يسوع المسيح اللي هو الله. فهمنا حاجة؟ اذا اول تعريف هقوله لو حد سألني مين هو الهك، هقول له إلهي هو يسوع المسيح ولا يسوع المسيح هو إلهي؟ فكروا فيها تاني. الله هو يسوع المسيح ولا يسوع المسيح هو الله؟ لخبطتكم بما فيه الكفاية. ها؟ ها؟ ماشي، ما انا عايزكم دلوقتي. لا هقول لكم بقى الاجابه اللي المفروض تتقال. لا هقول لكم الاجابه المفروض تتقال. لما سأل مين هو الهي، هقول الهي هو الاب والابن والروح القدس. انت عايز تتكلم؟ اه اتفضل يا حبيبي اتكلم. المفروض اقول اللي هو مسيح، مسيح هو ليه. برافو برافو برافو، انت زي العسل. شفتوا بقى؟ قالوا خدوا الحكمة من افواه الاطفال. كويس خالص. اذا لما هسأل مين هو الهي، اول حاجة هقول الهي هو مين؟ الثالوث، الاب والابن والروح القدس. واحد الثالوث اللي هو الاقنوم الثاني من الثالوث هو اللي تجسد وبقى يسوع المسيح. لان كلنا بنؤمن زي ما قلت لكم في الاول، دي حاجه مش محتاجين نعرفها، ان احنا كلنا متفقين وعارفين ان مش الثالوث كله اللي تجسد، ولكن هو الاقنوم الثاني فقط هو اللي تجسد. ليه بنقول الكلام ده بقى؟ غاويين لخبطة احنا، غاويين يعني لخبطة افكار وتعب افكار. لا، بنقول الكلام ده لان انا محتاج كانسان مسيحي
تبقى واضحة عندي أنا أولا ألف به مبادئ إيماني المسيحي، أنا مؤمن بمين؟ كنيستنا بتعلمنا أنا مؤمن بإلهي المثلث الأقانيم، من أول ما بقول باسم الآب والابن والروح القدس أنا مؤمن بثالوث، وبرجع أختم وأقول إله واحد أمين. من أول ما بنبتدي القداس، وقلت لكم الكلام ده أنا فاكر المرة اللي فاتت، أول جملة بيقولها أبونا بصورة جهرية، بصورة يعني مسموعة من الكل، مش صلوات سرية يعني، جهرية عكس سرية. أول جملة بيقولها أبونا في بداية القداس بيقول إيه؟ مجدا وإكراما، إكراما ومجدا لمين؟ للثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. مهم قوي ان انا افهم فيما انا اؤمن واكرر واعترف ان انا اؤمن باله واحد مش بثلاث آلهة، لكن كمان ابقى فاهم ان هذا الاله هو مثلث الاقانيم، وهذا الاله المثلث الاقانيم اللي تجسد اقنوم واحد منه بقى يسوع المسيح، الابن بقى يسوع المسيح، وهو اللي عمل الفداء، وهو اللي عمل الخلاص، وهو وهو هو زي ما كلنا عارفين. من كتر ما احنا ساعات كان توجه لينا تهمة ان احنا مشركين، ان احنا بنعبد ثلاث آلهة، ان بقينا نتكلم دايما على الاله الواحد الاله الواحد الاله الواحد، وننسى دايما نتكلم على ايه؟ على الثالوث. ننسى او نتناسى او نخاف ناس تفهم الثالوث غلط الى اخره الى اخره. ولكن الثالوث شيء مهم ومهم جدا، يعني بإعلاننا ان احنا نؤمن بالثالوث نبقى مسيحيين، ومن غير ما نعلن ان احنا نؤمن بالثالوث ما عرفش نسمي نفسنا ايه، لان ما عندناش اسم لديانة او لطايفة تؤمن بيسوع المسيح فقط من غير الاب ومن غير الروح القدس. لكن احنا كمسيحيين نؤمن بالثلاثة مع بعض، بالثالوث مع بعض، مش الثلاثة يعني ثلاث آلهة طبعا مفهومة، مش محتاج ان احنا نكررها، لكن نؤمن بالثالوث، وفي الاخر بنختم بالاله الواحد. خطورة اللي بيسألني وبيتكلم معايا في حكاية الايمان المسيحي ونؤمن باله ولا الثلاثة الاخر، انه ممكن يكون عن عدم معرفة، وانا دايما احب استخدم حسن النية عن جهل وعن عدم معرفة بيقول، وممكن يكون عن غرض اخر الله اعلم هو ايه، مش هخش في ضمير كل واحد وافحصه قبل ما اتكلم معاه هو عايز يعمل ايه. بيخلط الورق في بعضه وبالتالي بيلخبطني، وبالتالي تبقى الصورة مش واضحة ومشوشة في ذهني. فمهم تبقى واضحة عندي انا في ذهني اولا قبل ما تبقى واضحة في ذهن الاخرين. حد عنده اسئلة اتفضلي وبعدين نمشي. لا ده موضوع تاني. بتقول في الفراعنة كان عندهم ثالوث ولكن كان ثلاث آلهة، وجابوها منين الفكرة؟ عايز اقولك ان فكرة ثلاث آلهة بل آلهة كثيرة دي مش موجودة عند الفراعنة بس، وعند ديانات اخرى كثيرة قديمة. مجرد ان يبقى في واحد عنده ثلاث آلهة او سبع آلهة او 15 اله او 100 اله، ده شيء لا يشكل لي اي يعني اهمية، لانه دي كانت اعتقاداتهم ودي ثقافتهم ودي ثقافة بلادهم. ماشي، بس كان في آلهة اخرى كمان غيرهم وآلهة كثيرة. الثالوث الوثني ده او المصري القديم الفرعوني ده كان جزء من الايمان، ده مش كل الايمان. يعني هو كان يؤمن بآلهة اشكال والوان، لكن انا عندي ايمان المسيحي الثالوث مش جزء من الايمان، ده اساس الايمان. والثالوث ده مش ثلاث آلهة، ده اله واحد، وما عنديش آلهة اخرى. بينما كان الوثني المصري القديم يؤمن بآلهة اخرى، اله مش عارف الجمال واله الخصوبة واله وايه وايه اسماء اشكال والوان، لكن انا في مسيحيتي ما فيش الكلام ده كله. فالثالوث الوثني او الثالوث الفرعوني ايزيس واوزوريس وحورس ده اسطورة ميثولوجي
من عشرات الأساطير أو عشرات المعتقدات اللي عند المصري القديم. وده يعني عايز أقول لو في مصري قديم عاش ولم يؤمن بهذه الأسطورة لا يشكل له شيء، إيمانه بها أو رفضه لها لا يشكل شيء، لأن دي مجرد قصة من عشرات القصص اللي كانت عنده. لكن أنا عندي المسألة مختلفة خالص. إيمان المسيحي حجر الأساس فيه، زاوية الركن الأساس فيه هو ده الإيمان بالثالوث اللي هو الإله الواحد. به كان الإيمان وبغيره لم يكن إيمان. من غير الإيمان بالثالوث يبقى أنا بؤمن بإيه؟ مسيحيتي صفصفت على إيه؟ على ولا حاجة. لا لا، دي كانت ثقافات عند شعوب كتير خالص، يعني كل الحضارات القديمة عندها آلهة كتير، وحكاية الثالوث متكررة في آلهة كتير في ديانات كتير. وبقوله بكرر ده جزء من، ما هياش الركن الأساسي، ما هياش الأصل. فده برضو دي من باب اللخبطة اللي بيعرض بيها من يعرض انه يربط بين هذا وذاك. لا 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 لا، دي ما لهاش علاقة بدي. وهل المسيحية في مصر بس؟ وهل المسيحية نشأت في مصر؟ وهل المسيحية مرتكنة على العبادة الوثنية الفرعونية المصرية القديمة؟ لا لا لا، ما ده من ضمن خلط الأوراق. ما ده اللي أنا قلته من شوية، أشكرك السؤالك ده، إن هو بيحاول يجيب لي حاجة من يعني من موضوع ويربط دي موضوع تاني، والموضوعين ما لهمش علاقة ببعض خالص. المسيحية إذا اتكلمنا على نشأتها فهي نشأت في فلسطين في بيت لحم بحيث ميلاد المسيح، وعاشت ورعرعت في أورشليم، وأول من دعي مسيحيين كانوا في أنطاكيا. لغاية دلوقتي بقى الناس سيرة مصر في حاجة، ها؟ وبالتالي ما الإيمان اللي كتبوه الرسل والأناجيل وإلى آخره، ما عندناش إنجيل اتكتب في مصر. ده حتى ماري مرقس كتب إنجيله بره مصر قبل ما يجي لنا مصر. فكل ده إيمان، الأناجيل والرسائل وبولس الرسول والعهد القديم، ده كله ملوش علاقة بمصر. بنوا إيمانهم وبنوا كلامهم وبنوا عقائدهم على المصرية الفرعونية القديمة. منين؟ إيه العلاقة؟ الفراعنة أقدم من المسيحيين، واليهودية عندهم ثالوث. بس الإيمان اليهودي ما فيهوش الثالوث، دي إشارات. لكن بقول الإيمان اليهودي، الإنسان اليهودي ما بيؤمنش بالثالوث، وما عندوش ثالوث يهودي ولا ثالوث غير يهودي. مثلا أوكي، اتفضلوا اتفضلي. برضو ما نخلطش الورق في بعضه. الكون الفنان المصري عنده تراث داخله وتأثر بصورة أوزوريس وحورس ورسم أيقونة قريبة من الفكرة دي، ملهاش علاقة بالثالوث المسيحي. لأن الثالوث كتب وعملوا فيه يعني شرح وآباء وتراث كنيسة طويل وعريض قبل الايقونات دي ما تطلع. ده كل ده الآلهة الوثنية القديمة. انا بتكلم على انت في حضرتك بتتكلمي على الايقونة اللي بتظهر فيها العذراء مثلا وعلاقتها بيسوع الطفل. هل دي نشأت وقت ما كان قبل المسيحية ولا بعد المسيحية؟ العذراء نشأت قبل المسيحية. الفكرة والرسم قبل، تأثير قبل. لكن جه الفنان اللي عنده تراث شاف حاجة قديمة وجي كررها بالمقارنة بالتعليم اللي عنده في الكتاب المقدس وبالأيقونة اللي تأثر بيها. لكن دي ملهاش دعوة بالعقيدة كثالوث. فرقوا الأمور من بعضها. رائع، انت قلت كلمة حلوة دلوقتي، تشابه الأفكار، أو نقول إيه،
تواتر الأخبار الأفكار. النفس البشرية هي نفس بشرية. المسيحية لما جت ربنا يورينا ويعلمنا عن نفسه جاب لنا كلام بلغة ما حدش يعرفها قبل كده خالص، ولا حتى المسيح له المجد لما كان بيدي أمثلة كان بيدي أمثلة من الواقع. يعني اللي سمع النهاردة إنجيل القداس مثلا وهو المسيح بيتكلم على الكتب والفرسيين وبيلومهم أو يوبخهم، ويل لكم يا الكتب والفرسيين لأنكم تعشرون الشبت والنعناع والكمون وإلى آخره، وتتركون عنكم أثقال الناموس، الحكمة والرحمة والإيمان. المثل اللي بيقوله السيد المسيح ده بيقوله على حاجة في أرض الواقع. أباء الكنيسة هم بيفسروا الآية دي بيقولوا إن كانت العادة عند اليهودي في الوقت ده إنه يزرع الثلاث أنواع دول، أشهر ثلاث أنواع زرع جوه البيت كاستخدام بيت. يعني النعناع والكمون والشبت دي حاجات كان الرجل اليهودي او الست اليهودية تستخدمها في البيت، زي ما احنا النهاردة بنشتري كيسين ملح وكيسين سكر ومش عارفين، استخدامات البيت حاجة كده في البيت على طول. وكان اليهودي المتزمت قوي يبقى يعني مركز قوي هيزرع 10 عيدان. طبعا لما كان يزرع النعناع والشبت والكمون كان يزرع بكميات قليلة، مش هيزرع غيط جوه بيته، حاجة كده يعني حاجة على قد استخدام البيت. فعنده 10 عيدان نعناع يهمه قوي يطلع عود نعناع عش للهيكل قد كده، هو مدقق وقد كده هو يعني واعي قوي واخد بال. لكن يجي عند اعمال رحمة واعمال ايمان واعمال فيها حكمة لا ما يعملهاش. فالمسيح كان له المجد بيوبخهم على حاجة من واقعهم، بيكلمهم بلغتهم بواقعهم، اداهم امثلة دايما من واقعهم، من مثلا حبة القمح، حبة الخردل او الزراعة بصفة عامة لان كانت بيئة زراعية، على راعي الخراف الخروف الضال الى اخره اخره، على حاجات هم عايشينها بيكلمهم من واقعهم عشان يفهمهم اللي هو عايز يقوله. ما جابلهمش كلام من خارج الواقع وبلغة ما يفهموهاش ويطالبوا من هم يؤمنوا بيه، لكن كان بياخد من الواقع بتاع الحياة ويكلمهم بلغة الزمن وبطريقة الزمن. فشيء طبيعي ان المسيحية لما تيجي تاخد ايضا من واقع الزمن وتنسج وترفع عقل الواحد لحقائق جديدة. اكتر من كده لما جات المسيحية تدخل في بلاد مختلفة ما خدتش طيب واحد او ما خدتش نغم واحد للصلاة مثلا، لا قالوا الجماعة المصريين عندهم نغم في الصلاة، موسيقى في الصلاة، الموسيقى الفرعونية القديمة عايزين يصلوا بيها، خلاص ياخدوا الكلام المسيحي كلام الكتاب المقدس ويلحنوا بلحنهم. عشان كده احنا ألحننا في الكنيسة القبطية فيها التأثير بتاع المصري القديم والتطويل من واقعنا. رحنا عند اثيوبيا الوجدان والكالتشر الثقافة بتاعت اثيوبيا لا يعني لها شيء اللي احنا بنقوله ده، لكن عندهم الكالتشر بتاعهم ايه؟ بالطبلة وبالخلاخيل الشخاليل الى اخره. الكنيسة ما عندهاش مشكلة، روحوا عبروا عن نفسكم في الصلاة بالطريقة دي، ده الكالتشر. المهم الكلام شكله ايه، ولكن انا بقوله باي نغمة مش مهم. روح عند روما عندهم المسرح الروماني القديم والاوبرا والكلام الموسيقى كده، يقول المزمور هو نفس الكلام اللي احنا بنصليه بس بنغمتهم وهكذا. الفكرة اللي عايز اقولها المسيحية ما جاتش تمحي لا التراث السابق ولا التاريخ السابق للشعوب، ولا مسحت لا بلغة ولا بموسيقى ولا بكالتشر الماضي، لكن هي قدمت الايمان المسيحي، الايمان بكلمة الله، الكلام موجود في كلمة الله، وانت بقى عبر عن ايمانك ده بطريقتك بموسيقاك بالكالتشر بتاعك بثقافتك كيفما تشاء، وربنا ما عندوش مشكلة. اللي هيعمل بالطبلة زي الافارقة ربنا هيسمعه، واللي هيقول زي ما احنا بنقول ربنا هيسمعه، واللي هيصلي بالنغم الاوبرالي زي روما ربنا هيسمعه. فاهميني؟ تفضلي.
المشكلة عند اخواتنا غير الارثوذكس مش ان هم بيرنموا او بيقولوا بالأورج او بتاع ما احنا بنرنم هنا بالأورج، المشكلة ان هو بينكر قواعد الايمان الحقيقية، بينكر اسرار الكنيسة، بينكر الافخارستية، بينكر جسد المسيح ودم. ما ترتل زي ما انت عايز، ما احنا هنا بنرتل، بقوله بكرر. هي المشكلة مش في الترتيل، المشكلة ان هو كسر العقيدة وغير مفاهيم زي ما هو عايز، واحنا بقينا مركزين على هو بيرنم ولا لا. المشكلة مش الترتيل، ما ترنم زي ما انت عايز، بس لو هو ايمانك كله بس وصلاتك كلها بس ترتيل، طب وفين الافخارستية؟ فين كلمة المسيح له المجد؟ من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. احنا فرغنا الموضوع من 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 اساسه، من محوره الاساسي، ورحنا دورنا على نقطه صغيره ونتكلم فيه. مشكله مش في الترتيل، الترتيل مش عيب ومش حرام ومش خطيه. احنا مش بترتل، انت مش لسه كنت بترتله دلوقتي؟ مين اللي كانت بترتل؟ هي قاعده اهي لسه ما طلعناهاش هرطقيه ورميناها ولا حاجه. لا بترتل عادي، ايه المشكله؟ اتفضل. يا ساتر يا رب. انا يعني اشكرك على طلبك واثني عليه، ولكن انا يعجبني الحوار عشان نطلع الافكار. هي بس غلطتي ان ما بديش الميكروفون اللي بيتكلم عشان تسمعوا السؤال وتبقوا محاضرين معانا، انا بسمع وماخدش بالي ان ادي له الميكروفون. لكن من هنا ورايح معك حق، اللي هيتكلم يجي قدام ياخد الميكروفون عشان كلنا نبقى سامعين وكلنا حاضرين للحوار. حضرتك كنت رافع ايدك، اول طلب تيجي هنا عشان تسمع كل الحاضرين، عشان كله سامع، كلكم سامعين. تعال هنا جنبي، انا ما جراش حاجه، ميكروفون يسمع كل احسن. اريح كتير كده، كويس. طيب طيب، رسول بولس في كلوسي 1:15 كان بيوصف قنوم الابن المسيح، بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور. كان عايز يوضح ايه يعني؟ انا ما يعني زي ما اتعلمنا ما اخدش الآية من سياقها واطلع، هقرا النص على بعض وشوفه كان بولس بيتكلم على ايه ساعتها وانا بفهم هو بيقول ايه، هو بيتكلم على ايه بقية النص، ايه الآية اللي قبله ايه اللي بعده. فاكر النص؟ هات هات اقراه لي كده واقول لك كان بيتكلم على ايه. مش كده يعني، حد معاك النص؟ كلوسي 1:15 بيتكلم على بروتوتوكوس اللي هو البكر بين اخوه، صح؟ بالظبط كده، زي ما قلت لكم كلمة بكر كل خليقة اللي هي بروتوتوكوس، اللي هي يعني أول أو أصل خلقة الله. هنا بيوصف المسيح، لو قرينا الآية تاني بالراحة كده من الأول نقراها تاني. اقرا اتفضل. اوكي، الآية من الأول 15 عدد 15. الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة. من مش ناخد آيتين قبليها وآيتين بعدها. الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الذي لنا فيه الفداء بدم غفران الخطايا. مين بقى اللي بيتكلم على مين دلوقتي؟ على المسيح. لا، بيتكلم على الآب. الذي لنا فيه الفداء. الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، بيتكلم على المسيح. وبعدين؟ الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. لا لا، الآية اللي انت بتقول رايح يا حبيبي. ماشي. خدنا آيتين قبلها. هات اللي قبلها اللي انت قريتها من بعد. اوكي، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. انا مش شايف فيها. جزء الذي انقذنا
من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبة. ابن محبته. ابن محبته بقى مين اللي أنقذنا؟ الآب. الآب تمام. أنا بتكلم على الآب، ما هو ده اللي بقوله لحضرتك. أنا الكلام ابتدى على الآب وبعدين نقل على الابن. شاكرين أهو حتى ما أقوله في الآية اللي قبلها، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين. ميراث القديسين. عرفت تكبر ده شوية؟ ده ما بيبقاش. حد يجيب لي نص كبير لأن مش شايف الصعوبة. خطك أكبر شوية. أهو شاكرين الآب. التاني. زي ما قلت لكم الكلام كان بيبتدي على الآب. بصوا معايا يا إخوة، نقرأ من أول العدد 12. الكلام على الآب. شاكرين الآب الذي أنقذنا الذي أهلنا عفوا. أيوة كده، الله يخليك يا شيخ، تعبانين. شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. كل ده كلام على الآب. ابن محبته ده بقى الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. نقل الكلام بعد ما كان على الآب كان على الابن، الذي هو صورة الله غير المنظور. الله هو الغير منظور، وصورة الله غير المسيح هو صورة الله. الله ده هو غير المنظور. بكر كل خليقة، يعني أصل كل خليقة. أرخي يعني البداية، الأصل، بداية كل خلق. بالضبط كده. فإنه فيه خلق الكل. خلق هو الآب ويتكلم على الابن، خلق الكل. ما في السماوات وما الأرض، ما يرى وما لا يرى، إلى آخر الأخر. فالكلام هنا على الآب ثم الابن، لكن مش الابن لوحده. تفضل. حد عنده سؤال تاني؟ تفضل اسأل. طيب دلوقتي يسوع المسيح لما كان في الجلجسة كان بيصلي في الجلجسة وهو بيصلي. ده ضعيف. طيب قولي وانا هكرر وراكي. يسوع المسيح ماله؟ لما كان في الجلجسة وهو بيصلي ويعيط. دلوقتي كان بيصلي للآب. ان شئت اعبر عني هذه الكأس، صح؟ دلوقتي كده مش بيستأذنه؟ لا انا بكرر، مش بسأل، انا بكرر الكلام، انا بعمل عمل الميكروفون. الذي هو يسوع المسيح هو الاله. لا انا بكرر عشان الناس تسمع، عشان رامي داود ما يضربنيش برا. انا اللي عندي يطلب طلب لازم انبيله الطلب واقول اسمه، يعني بس ثلاثي مش فاكر اسم الثالث ايه. لا مش مشكله، كفايه اسمين بس. هو الاله وعنده كل الصلاحيات، صح كده؟ ايه ده؟ ايه بقى؟ هو كان ممكن يقدر يلغي كل ده لو هو كان بيستأذن وبيقول له ان شئت اعبر عني هذه الكأس. فهو كان بيستأذنه ولا بيطلب منه؟ طيب انا بكرر السؤال بس، وبعدين لسه ما قلتش اجابة. خلاص سمعتوا السؤال؟ اقعد ارتاح ارد عليك. في يعني مثل بسيط قوي ولطيف قوي لشرح القصة دي او الموقف ده. انا رايح دلوقتي عنده دكتور، قالوا لي هتعمل عملية. العملية دي إزازة دخلت في كعب رجلي، وكعب الرجل ما ينفعش فيه تخدير، فلازم تستحمل ان هو هيعمل بالمشرط في كعب رجلك فتحة صغيرة كده سنتي ولا 2 سنتي بالكتير، يطلع الحتة الإزازة. يا اما تستحمل ألام المشرط وتطليع الإزازة، يا اما تسكت ما تستحملش الالم وتخلي ازازة في رجلك، والازازة لما تفضل في الرجل تعمل غرغرينة، وبعد شوية الرجل كلها تتقطع، وبعدين تسمم في الجسم والى اخره والى اخره. فانا سمعت الكلمتين دول وواقف عمال ايه افكر.
صراع داخلي جوايا، استحمل الالم دقيقتين ثلاثه واخلص من الازازه وتطلع من رجلي، ولا اصر ان ما استحملش الالم والازازه تفضل في رجلي وتعمل غرغرينه وقطع والى اخره؟ ده انا الكبير بفكر مع نفسي وفي صراع مع نفسي. تخيلوا بقى لو الوضع اصعب وطفل صغير هو اللي حصل فيه كده، وابوه خد طبعا القرار من غير تردد، لا اروح حالا للدكتور واقول له افتح وخليه يصوت، يصوت يعيط يعيط ما جراش حاجه، ويطلع له الازازه بس الواد ما تتبطرش رجله. فالواد يروح والدكتور يبتدي يشتغل، واول خبطه في المشرط الواد يصرخ بعزم ما فيه، ايه اللي انت بتعمله فيا ده يا بابا؟ سايب لي الدكتور يقطع في رجلي، حرام عليك، ويعيط ويصوت. متخيلين المنظر؟ فهمتوا حاجة؟ حد فهم حاجة؟ هو عارف هو مقبل على ايه؟ لا، الام نفسية، هو متألم الالم النفسي، هو شايل يعني وشايف قدام عينه كمية الألم اللي داخل عليها، وبالتالي هو بيجاله نوع من أنواع الاكتئاب، الرهبة، الخوف، الاضطراب من اللي جاي، وقالها لتلاميذه نفسي حزينة جدا، وقال أنا عارف أنا مقبل على إيه. هو في وعيه وما هوش فاقد وعيه، ما هوش واحد مش عارف ايه اللي هيحصل له، هو واعي ومع ذلك مقبل الوضع ده. ما انا هكمل لك الشرح. لدرجه ان لقى الطبيب هو بيشرح بيقول ان كان يتصبب عرقه كقطرات دم، فاللي عنده فكره عن الجانب الطبي بيقول لما الواحد يقع تحت ضغط جامد قوي نفسي وعصبي ويخش في نوع من انواع مش بس صراع، يعني ضغط جامد قوي يعني يفتت تفكيره، صعب صعب، اقل حاجة نقول عليه طار من عينيه النوم. ولكن المستوى الاصعب انه بتحصل انفجار في الشرايين الرفيعة اللي تحت طبقة الجلد دي، وبالتالي العرق اللي بيخرج من جسمه يختلط بقطرات الدم البسيطة اللي طلعت من الشرايين وتتساقط وكأنها قطرات دم، زي ما وصف لوقا بالضبط. يعني وصف لوقا كان في منتهى الدقة، لأنه كواحد عنده فكرة عن المجال الطبي هو فاهم هو بيقول ايه، وبالتالي هو مقبل على مسألة جد صعبة، فعلا صعبة، وهو داخل على مسألة بإرادته، في صراع، ولكن من أجل هذه الساعة قد أتيت. أنا عارف أنا داخل على حاجة صعبة، بس ما فيش مجال إن أنا أتراجع، ما فيش فرصة، ما عنديش فرصة، أنا مش ما فيش فرصة، محدش مديني فرصة، أنا مش هسمح لنفسي إن أنا أتراجع رغم صعوبة الوضع. اشكرك. لا هي مش شرقه، انا عندي دور برد صوتي عامل كده، مش شرقه. الله يخليك، الله يسلمك، شكرا. بس اللي راح يتصلب وهو عارف ان هو غلطان وراح ياخد عقوبه لا يلوم الا نفسه. ما انا بقول لحضرتك انا رايح، انا عملت عمله وانا رايح اتعاقب عليها لا الوم الا نفسي، لكن اللي رايح يتصلب على حاجه وشعور، ضيف الى ذلك شعور الانسان المظلوم ان انا ما عملتش حاجه، كشاه تساق الى الذبح. هو انسان المسيح الشاب
لا هو ما عملش خطية. لا انا قصدي الاحساس بتاعه هو كان شال الخطايا دي، هي اللي كانت مثلا مأثرة فيه ان هو هيشيل بمعنى صح هو قدوس وطاهر وهيشيل حاجة يعني سودة او حاجة سيئة م- لا معلش ما انا ما فهمتش تقصد ايه، معلش دقيقة واحدة الأول عشان ما فهمتش تقصد ايه. الفكره اللي انت بتقولها قريبه من التشبيه الحقيقي. لاحظ ان احنا بنتكلم على حاجات مهما شرحنا فيها مش هنعرف يعني نشرحها ماديا او معنويا او بلغه الكلام، لان انت بتتكلم في امور صعبه. مهما كان احنا بنقترب من الحقيقه مش قادرين ندرك كل الحقيقه. القدوس الذي لا يعرف خطية صار خطية من أجلنا، هو لم يرتكب خطية. القدوس اللي طبيعته القداسة اللي ما يعرفش يعني قداسة، كون انه يجتاز هذا الطريق الألام النفسية دي شيء، ولكن كون انه يجتاز مكان الخطاة او يعني طريق الخطاة دي في حد ذاتها هي دي الألم. واحد قال تشبيه عشان اشرح لك الفكرة، واحد قال تشبيه جميل، قال ايه اصعب حالة يبقى فيها الانسان؟ الخطية في حد ذاتها فعل اسمه قتل سرقة زنا وتغير دي، ده فعل. ولكن الحالة الاصعب اللي يقع فيها الانسان هي انفصاله عن خالقه. مجرد ما يبعد عن الله وعن خالقه هو ده في حد ذاته دي المرارة، ده حالة الموت. والشيء طبيعي لما هنفصل عن الله عيني هتقع في اخطاء، قلبي هيقع في اخطاء، فكري يقع في اخطاء، خلاص بقت افعال بعملها نتيجة للانفصال عن الله. انا عارف مش هو ده اللي انت بتقصده، بس انا بقرب لك المعنى. يعني فالطبيعي ان انا في اتحاد مع الله، في ثبات فالله. المسيح لو المجد نفسه قال لما تاخد جسدي تشرب تاكل جسدي تشرب دمي تثبت فيا وانا فيه، يثبت فيا وانا فيه. الثبات فالله ده الطبيعي اللي عمله لنا، دي بركات الفداء. لما انفصل عنه ابقى في خطورة، في خطية، وبالتالي تتكرر الخطايا الاخر. ده الانسان، وده الانسان اللي مجرد بعد الفداء، ما بالك بقى القدوس اللي هو ما فيهوش خطية الذي صار خطية من اجلنا. فهمت التشبيه؟ ازاي بقى السيد المسيح صار خطية وما انفصلش عن الله؟ هو حمل الخطية زي ما قال لك الكتاب نفسه، قال هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية، لكن هو نفسه مش خطية، هو نفسه ما عملش خطية، هو البار الذي بلا خطية. لما اقول يحمل عقاب الخطية يقصد بها الموت، هي الموت، وهو ده اللي وصل له، وهو ده اللي وصل. انا عارف وبكرر ان احنا بنحاول نوصل، لكن مهما اتكلمنا بلغتنا البشرية مش هنوصل لكل الحقيقة. تفضل.
نعم. مظبوط، هو ده اللي قلناه. مظبوط، اشكرك. حد عنده كلام تاني؟ اتفضل. اسف. بالظبط كده. أشكرك. أنا عارف طولت عليكم، تعبتكم في الكلام كتير، لكن عايز أقول لكم سؤال واحد بقى. لو واحد قابلك في النهاية وقال لك مين هو إلهك، هترد تقول له إيه؟ هسيب لكم أنتوا ضمائركم الحية هي اللي تجاوب. بعد الكلام ده كله، مين هو إلهك؟ أنا مش هقول بقى إجابات تاني، خلاص هسيبكم أنتوا بقى وضمائركم الحية. اتفضل. أشكرك، تفضل. نعم، أي نعم. طب معلش، على العموم أنا واثق إن في الحاجات دي متسجلة، فممكن تسمعها من الأول وأنت هتعرف الفرق بين الاتنين إيه. لأ، مش عايز تسمعها له؟ اسمع واسمح وسمعها له. معلش عشان خاطر انا اسمعها له، عشان خاطر انا. سيبه يسمع، سيبه يعيش. اشكركم. بنشكر ابونا باسيليوس طبعا على الكلمه الدسمه اللي اكيد سمعتوها. انا اتحرمت، انا جيت بس في الاخر المناقشات، بس فعلا هسمع انا كمان. مبسوط خالص ان الفترة اللي فاتت الناس اللي طلعوا المؤتمر راجعين فرحانين. انا عاقتني بعض الظروف ان انا اطلع، ولكن صدقوني انا قد ايه فرحت ان كلكم راجعين فرحانين وكلكم استمتعتم، رغم ان كان في بعض المشاكل في البيت، لكن كانت الموضوع